بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. حلقتنا النهاردة مميزة جدا واستثنائية جدا جدا. حلقتنا النهاردة هي مظاهرة حب وتأييد لسيادة المستشار مرتضى منصور، ويسعدنا فيها أن يكون معنا كابتن خالد مصطفى المدير الفني بنادي الزمالك فريق 2008. اهلا يا كابتن خالد. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك. كابتن محمد عبد الجواد مدرب حراس مرمى بنادي الزمالك 2002. اهلا يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن احمد صلاح مدرب حراس مرمى بنادي الزمالك 2012. اهلا بحضرتك يا استاذ شريف، وسهلا موجود مع حضرتك النهارده. وتسمحوا لي بقى ان في فيديو صغير لسيادة المستشار مرتضى منصور نسمعه مع بعضينا ونرجع تاني. تفضلوا. ورجعنا لكم بعد الفيديو، ولو تسمحوا لي أعزائي ان انا اقول كلمتين يمكن غايبة عن جماهير الزمالك كلها. احنا دايما يما في المشكلة بتاع سيادة المستشار بنقول ان احنا بنقف مع كيان نادي الزمالك. لا، ده مش مظبوط. احنا ايوه بنقف مع كيان نادي الزمالك، لكن لو كان نادي الزمالك حد جه عليه كان مين اللي هيقف في وشه؟ سياده المستشار مرتضى منصور. يبقى زي ما الاخ العريان امبارح في بيقول لك الزمالك لن يتضرر من القرارات اللي وقعت على سياده المستشار. لا، الزمالك والمستشار حاجه واحده، كل متكامل. ولا يا كابتن؟ طبعا طبعا. يعني انا صراحه يعني بقالي 6 سنين في نادي الزمالك، التطور واضح، النادي اتغير كتير عن ما كنا صغيرين واحنا بنيجي زمان صغيرين في الناشئين وكده. شخصيه قويه، الناس كلها بتاخد حقها في النادي، من مدربين من عمال من كده. بعدين بصراحه يعني الشعب المصري يحب الشخصيه اللي زي سياده المستشار، الشخصيه القياديه اللي هي دايما على راس العمل، دايما اول باول متابع الاعضاء ومتابع النادي ومتابع كل محتاجات النادي، كل متطلبات النادي، وحتى بالاخص طبعا احنا كجهاز كوره والفريق الاول. يعني التطور اللي انت شايفه الفريق الاول موجود في ال6 سنين اللي انا شفتهم من ساعه ما جيت الزمالك ما كانش موجود قبل كده. النادي الاهلي كان بياخد بطولات كلها مننا لان ايه؟ بيشتري لعيبه. النهارده سياده المستشار الفرز الثاني وناخد الفرز الثاني. النهارده المستشار بيجيب اعلى لعيبه على مستوى الوطن العربي حتى وافريقيا بقت موجوده في نادي الزمالك. وبعدين بصراحه سياده المستشار يعني حتى النواحي الماليه في نادي الزمالك اتغيرت، ما كانتش موجوده زمان. كناش بنقدر نجيب اللعيبه الكبيره دي، كناش بنجيب اللعيبه بالارقام الخياليه دي. ما بقتش تيجي النهارده نادي الزمالك متوفر له لعيبه كويسه، متوفر له جهاز تدريبي كويس، متوفر له اوض لبس واماكن في النادي الزمالك واماكن تدريب على اعلى مستوى. كفايه حمامات السباحه يا كابتن، والجناين المعموله والمبنى الاداري طبعا بخلاف اللي شايفينه الاعضاء. طبعا دي تطور، ويعني نهضه طبعا نادي الزمالك نهضه يعني مختلفه عن ما كنا عليه زمان خالص يعني. طب يا كابتن محمد برضو نرجع لك في السؤال ده، هل حسيت بنهضه زمان عن دلوقتي في نادي الزمالك؟ طبعا طبعا. طفرة كبيرة جدا 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 سيادة المستشار عملها. كفاية ان هو خلق حب ما بين المدربين الجماهير. كل النادي بقى بيحب بعضه، دي حاجة. الحاجة التانية المنشآت. الحاجة التالتة يعني جاب حق نادي الزمالك. جاب حق نادي الزمالك، جاب حق نادي الزمالك من لعيبة، مدربين، كل القطاعات. يعني 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 خلق حالة جميلة، خلق حالة حب. فيعني يعني سيادة المستشار عمل فعلا طفرة، وطفرة جميلة جدا جدا جدا، عمل كيان لنادي الزمالك. كابتن أحمد، أنا شايف يا أستاذ شريف طبعا بحييك طبعا على الحلقة الجميلة طبعا لسيادة المستشار. اول حاجه سياده المستشار من سنه 2014 للان في بطولات كانت غايبه عن نادي الزمالك، كانت منها كاس مصر، منها الدوري العام. الدوري العام برضه رجع بعد فتره كبيره جدا، كاس الكونفدراليه. الكونفدراليه الزمالك بقى له فتره كبيره جدا من ايام ما كان ابطال الكؤوس ما خدهاش. فشايف ان المستشار بصراحه جاب بطولات لنادي الزمالك في الهاندبول، بطوله افريقيا، في كره السله السنه اللي فاتت الدوري العام بقى كان بقى له 12 سنه غايب عن نادي الزمالك. في جميع الالعاب شايف ان في طفره كبيره جدا مع سياده المستشار. طيب يا كابتن احمد، احنا معانا مكالمه شهاده من الكويت. تمام. في حق سياده المستشار مرتضى منصور.
الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا استاذ العزيز، جزاك الله بالخير. الله يحفظك. ايه رايك في سياده المستشار يا استاذ محمد؟ المستشار مرتضى منصور شخصيه معروفه وغنيه عن التعريف، يعني هو اللي عمل طفره في نادي الزمالك ومعروف عندنا في الكويت يعني في دول الخليج، يعني له تاريخ، رجل عمل يعني بصراحه عمل يعني كلنا نتشرف فيه. فانا اللي قاعد اشوفه انه هو اتظلم الان، ولا بد احنا كلنا نوقف خلف المستشار مرتضى منصور، رجل له تاريخ، رجل قاضي سابق، رجل برلماني، رجل رياضي، طور في نادي الزمالك وحسناته كثيره في نادي الزمالك. فاتمنى اتمنى ان الظلم هذا احنا نتعاون ان نبعده عن الظلم اللي ظلم المستشار مرتضى منصور. وانا من الكويت احييه واقول له يا سياده المستشار نتشرف فيك انك تزورنا الكويت. واحيي الاخوه اللي معاك في الاستديو، يعني ناس ما شاء الله عليهم رياضيين ومثقفين. وانا انسى حضرتك وبرنامج الاعداد. شكرا لحضرتك. المستشار مرتضى منصور شخصية لن تتكرر، لن تتكرر. ده من ذوقك يا استاذ محمد. نعم نعم. وانت تعرف اني انا انسان محايد دائما، يعني انا ما اميل الى محاصصه. ولكن هذا حق الرجل، مش مجامله مني ولا طيب مني، هذا حقه هو الحقيقي. على العموم يا استاذ محمد ان شاء الله نشوفك في مصر قريب، وتبقى ضيف على نادي الزمالك وعلى اخوك المستشار مرتضى منصور وعلى كل المصريين. اتشرف في الاخوه المصريين واقول تحيا مصر. الف شكرا. ده الاستاذ محمد العنزي الصديق الدائم بالبرنامج، وليه فقره اسمها قال الراوي هنا في البرنامج، بس النهارده ما احنا سعيدين جدا ان هو طبعا دخل عمل مداخله. كل اهل الكويت دول حبايبنا طبعا. الكويت حبايبنا طبعا. نكمل يا كابتن. فشايف سياده المستشار فعلا عمل انجازات لنادي الزمالك، يعني اي حد يقول غير كده يبقى مخطئ جدا. شايف ان قرارات اللجنه الاولمبيه والحاجات دي كلها دي يعني مش يعني دي مش مساله شخصيه، دي مساله تخص نادي الزمالك مش مستشار مرتضى منصور. هم عايزين يوقعوا المستشار مرتضى منصور عشان يوقعوا نادي الزمالك، مش عشان حاجه اكتر من كده. فشايف ان دي من اخطاء اللجنه الاولمبيه ان هي تقع. اذا كان جبت سيره اللجنه الاولمبيه بقى، معلش عشان يعني رفع الحرج عن الجميع، انا هتكلم انا وكله هاخده على عاتقه زي ما بيقولوا. انا شفت لقاء مع الاخ مش العريان بيتكلم مع الاستاذ قلقاء تلفزيون، قلقاء تلفزيون، فبيقول له بيساله بيقول له هل هيئه ممكن تعاقب هيئه؟ فكان رد الاستاذ عصام مش عصام العريان، الاخ العريان قال له ايه؟ لو انت عندك لاعب مش ممكن تعاقبه؟ طب وهل يا اخ عريان انت لاعب يعني تبع الهيئه بتاعتك، لاعب كره قدم يبقى تبع لاعب اولمبي يبقى تبع اللجنه الاولمبيه، لاعب مش عارف مركز شباب يبقى تبع هيئه مركز الشباب، يا حد بيدير. لكن دي نمره واحد. نمره اتنين، الميثاق الاولمبي بينص بيقول لك ايه؟ المعاقبه تكون في حالتين لا ثالث لهم، يا اما يكون عنصري او يكون هناك ناحيه ماليه، ودي مش موجوده الاثنين، والاثنين مش موجودين. نمره ثلاثة، الاخ ممدوح عباس والاخ هاني العتاب بالجمعيه العموميه اللي اتعملت في الزمالك واتشطب اسمهم نهائي من نادي الزمالك، فليس لهم اي صفه رياضيه بعد ذلك. ولا ممدوح عباس كان بيلعب طايره قبل كده؟ يعني خلاص انتفت صفاتهم الرياضيه. ازاي يروحوا يشتكوا سياده المستشار مرتضى منصور للجنه الاولمبيه بصفاتهم ايه؟ يعني انا دلوقتي سياده المستشار ظلمني، اروح اشتكي في اللجنه الاولمبيه؟ ايه 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 صفتي؟ مفيش صفه، مفيش صفه صح. ما علينا. طيب كابتن خالد، حضرتك يعني كنا زمان بنسمع عن ناشئي نادي الزمالك مش قد كده في المستوى،
ايه الطفره اللي عملها سياده المستشار في اختيار الناشئين، في اختيار القطاعات الفنيه في في النادي؟ عايزين نسمع من حضرتك. طبعا نادي الزمالك، يعني انا بقول لحضرتك انا بقالي بالظبط 6 سنين في نادي الزمالك، يعني كنت في السعوديه قبل كده ولسه راجع من 6 سنين. اولا نادي الزمالك في تطور غير طبيعي في قطاع البراعم والناشئين. البطولات الحمد لله يمكن كام سنه ورا بعض احنا بناخد البطولات كلها، يعني بطولات الجيزه كلها بناخدها. دخلنا دوره الصيد اللي بيخش فيها كل فرق مصر، والحمد لله فرق اكتر من فرقه عندنا حققت البطوله على مدار 3 سنين اللي فاتوا. اللاعب نفسه بتاع نادي الزمالك دلوقتي بقى ليه راتب وليه وجبات في كل تمرين، وليه لبس وليه ترنجات، ودي الحاجات دي كلها برده ما كانتش موجوده قبل كده. كل دي حاجات بتساعد الناشئ، لان الناشئ ده لما بس حتى تديله اي حاجه يعني ترفع من روحه اكيد بيأدي. ده بخلاف ان ما شاء الله كميه المواهب اللي موجوده في نادي الزمالك دلوقتي مش موجوده في فترات كتيره عدت قبل كده، وبالذات في البراعم. انا بتكلم في البراعم لان ده مجالي اللي انا بشتغل فيه. انا اعلم طبعا ان في الناشئين فيه وبرده موجودين، بدليل اللي هم اللعيبه بتاعت 2001 اللي بتلعب في الدرجه الاولى دلوقتي، وكل مدربين الحمد لله بيشتغلوا يعني في قلب في القطاعات. لكن انا بتكلم عن البراعم بخصوص. انا يمكن بوعد سياده المستشار اهو، ويمكن قلتها قبل كده برضو لما خدنا بطوله الصيد من النادي الاهلي من سنتين، ان نادي الزمالك في قطاع البراعم مش اقل من 10 15 لاعب انا واثق انه هيكملوا درجه اولى. مش في فرقتي بس، على مدى على فرقات 6 و7 و8 و9 فيهم مواهب غير طبيعيه. ومواهب ان شاء الله ان شاء الله، يعني بيقعد سياده المستشار ان شاء الله مش هيفكر يشتري بعد كده لعيبه من بره، لان هم مواهب ومنهم اكتر من لاعب اخذ احسن لاعب في بطوله الصيد كذا سنه ورا بعض، اللي كلهم من نادي الزمالك. يعني السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها احسن لاعب من نادي الزمالك في البطوله كلها اللي بيخش فيها اهلي وزمالك وانبي وبيراميدز، كل الفرق كلها كانت موجوده. كان افضل مدرب برضه من عندنا حضرتك، افضل مدرب برضه الحمد لله. طيب كابتن احمد رزق برضه، كابتن احمد عبد محمد عبد الجواد بقى، انا عارف ان انت عارفك ان انت يعني جاي من بره النادي، صح ولا معلوماتي خطا؟ يعني انا يعني انا ما تقولش جاي منين، كلنا عارفين ما تقولش جاي منين، بس المهم ان انا دلوقتي فين. يعني انا دلوقتي بخدم نادي الزمالك، وبخدم حراس مرمى نادي الزمالك. طب تخدم الاستاذ محمد ونرد عليه في التليفون؟ الو الو الو. طيب يا استاذ محمد اتصل بينا مره ثانيه. ماشي يا استاذ. يعني انا شايف في تطور وطفره في قطاع الناشئين والبراعم والاكاديميه كمان. احنا كلنا قطاع واحد، كلنا بنخدم بعض، اكاديميه براعم ناشئين. مين بقى، يعني هقول لحضرتك مين بقى الاساس في الكلام ده كله؟ سياده المستشار خلى في علاقة حب ما بين المدربين، ده اللي أنا بتكلم فيه، ما بين البراعم والأكاديمية والناشئين. يعني احنا مثلا ايه، لما احنا بنروح نلعب سي مثلا ماتش، بنخلص الماتش بنلاقي المدرب اللي هو خلاص خلص ماتشه بيقعد يتفرج ويشجع ويبقى معانا، يعني تدخل جميل جدا جدا. مين اللي خلق حالة الحب دي؟ سياده المستشار. اوكي. بالنسبه للحراس المرمى، لا طبعا في تطور كبير جدا جدا جدا. طبعا احنا انا معايا كان مشرف تحت كابتن في البراعم، كابتن سمير محمد علي، ربنا يديله الصحه وطول العمر. ومعايا فوق كابتن عادل مأمور، طبعا ده تاريخ نادي الزمالك، وشخصيه جميله جدا، بيحب شغله جدا، محترم جدا، وبيحب شغله جدا جدا جدا، وبيوجهنا. يعني انا قصدي ان ايه، ان حاله الحب دي كلها او التطور اللي في النادي ما شفناهوش قبل كده. شفناه في الوقت اللي موجود فيه المستشار مرتضى منصور. قطاع جميل برئاسه كابتن طارق يحيى، كابتن فاروق جعفر، كابتن اسماعيل يوسف، كابتن ايمن عبد العزيز، كابتن احمد سمير، كابتن ناصر ابراهيم، كابتن علي خليل، كابتن مدحت عبد الهادي. يعني الناس دي كلها، دكتور مجدي سالم،
الناس دي كلها خلقت حاله جميله من الحب. هو ده نتاج الحب اهو، البراعم والناشئين طبعا يعني ما يكون الجو من الحب بيخلق طبعا طبعا بيخلق الجو الجميل ده. مين برضو اللي عمل الجزئيه دي؟ السيد المستشار. لما حضرتك كل حاجه متوفره، سواء اجهزه، ملابس، اكل، شرب، مرتبات، كل حاجه. عمرك انا حتى كابتن لما بدخل نادي الزمالك بشوف غرف للاعبين للمغتربين. ايوه حاجه جميله لسه معمول السنه اللي فاتت. طب معانا تليفون الاستاذ احمد عبد الغني. استاذ احمد بيك، اتفضل يا استاذ احمد. اهلا بيك يا تسفيق. اهلا بيك، اتفضل. الو. ايوه معاك. ايوه اتفضل يا كابتن، معاك انا. اتفضل. ايه رايك في الحلقه يا استاذ احمد؟ اتفضل معاك انا سامعك. بقول لحضرتك ايه رايك في الحلقه؟ الحلقه تمام. احنا كلنا مع المستشار عموما يعني، لان احنا ما صدقنا لقينا حد يقف معانا مع نادي الزمالك ويجيب حلقنا. الصراحه الراجل ما قصرش، ساعه اول يوم جه في رئاسه النادي وهو بيشتغل، يعني احنا بنشوفه بقى اوقات في النادي طول اليوم. بيتابع كل حاجه بنفسه، كل حاجه بيتابعها، ما يفهمش حاجه يعني لادق التفاصيل. الصراحه احنا في ظهره ونحن بنسمعه بقى. انا عارف ان هو ده صداه الاعلامي عالي، لكن هو نتيجته ده اللي حصل في 2018 بالظبط. هي نفس الحيثيات اللي عملوها ونفس المشاكل اللي عملوها بغرض اللغوشه على نادي الزمالك، لكن في الاخر هنتحرك تحركات قانونيه سليمه وهنلغي القرارات دي لانها مالهاش علاقه باللجنه الاوروبيه انها تعمل اي حاجه اساسا. احنا بنسرد مستشار وفي ظهره وهو يامر بس. ألف شكر يا أستاذ أحمد، ألف شكر. في كلمتين معلش برضو لازم أقولهم. الغرض هو بتوع اللجنة الأولمبية عارفين إن الموضوع ده كله كلام فاضي. مش وقته كمان. لا الوقت اللي إحنا فيه ده وقته، ده توقيته، ده موال تاني هنحكي فيه بعدين. هما الغرض من الموضوع ده الشوشرة على سيادة المستشار في انتخابات مجلس النواب. انتخابات النادي الجاي برضه؟ لا النادي بعون من الله ده يعني ما فيش منافسة. هو الغرض منها الشوشرة عليه في انتخابات مجلس النواب. هيتشغل طبعا، قدم طعن، قدم مش عارف ايه، لجنه اشكي الواد لابوه، لجنه مش عارف ايه. هو محبوب في الدايره عنده يعني. بسم الله ما شاء الله يعني انجازاته كبيره قوي في الدايره عنده بصراحه. ده الفيفا اول قرار للاخ العريان بيقول لك انا ما لا الفيفا تحاسبني ولا اللجنه الاولمبيه الدوليه تحاسبني ولا مجلس الامن يحاسبني ولا حد. ايه ده؟ ليه؟ انت مين؟ ايه يعني ايه الصفه؟ ايه الكينونه بتاع اللجنه اللي ده احنا ما كناش بنسمع فيها عنها في كتاب الجغرافيا زمان. لا جاي مع الاستاذ عمرو اديب يساله يقول له انا اللجنه الاولمبيه ما تحاسبنيش، الوزير ما يحاسبنيش، اتحاد امال مين اللي يحاسبك؟ ده الرسل كانوا بيتحاسبوا. يعني حاجه منتهى الاستفزاز ومنتهى التجرمه. وزير الشباب والرياضه يقول لا انا مش تحت رئاسته. ده وزير الشباب والرياضه في الحكومه المصريه. دكتور اشرف الموضوع في ايده برضه. وانت بتشتغل تحت مظله القانون والدستور المصري. ولما جيت تعاقب سياده المستشار بتقول انا لجأت للقانون. طب الدكتور علي عبد العال قال لا ما فيش حد يقدر طبعا مجلس النواب رزق. مجلس النواب طبعا رفضوا كل الموضوع كله. قال لك ما حدش يقدر يتكلم، طالع وبصدر مفتوح يقول لك انا ما حدش ايه يعني. لا احنا في دوله فيها قانون طبعا. لا طيب
يسري ابراهيم من القاهره. اهلا استاذ يسري. السلام عليكم يا فندم، كل سنه طيبين. وانت طيب الله يحفظك. اتفضل. الاول انا بشكرك على البرنامج الجميل ده. الله يحفظك. عايز اقول كلمه كده في حق المستشار مرتضى منصور. اومر. ايام الثوره منع البلطجيه من دخول نادي الزمالك، ومنع اللي لابس شورت واللي عامل شعره والخنافس منعهم من نادي الزمالك. في الوقت دوت كانت جامعه القاهره بتتكسر بالمولوتوف. وزير التربيه والتعليم العالي ما قدرش يعمل حاجه معاهم، يا ريته كان خد قدوه من المستشار مرتضى منصور وكان يحضر عندهم. شوف مرتضى منصور عمل ايه في الاخلاق وفي التربيه وفي نادي الزمالك، وشوف وزير التربيه والتعليم عمل ايه. كان ساعتها مش فاكر اسمه ايه، كان اسمه جابر نصار او حاجه زي كده. جابر نصار. جابر نصار. ما عملش حاجه في التربيه والتعليم، ومرتضى منصور عمل نادي الزمالك وما خلاش البلطجيه وقلالات الادب يخشوا نادي الزمالك. مرتضى منصور بيشتم الخونه، لكن هو مع الوطن مع بلده. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا عايز اقولها في حق السيسي الرئيس الكبير الجميل بتاعنا. في حرب 73 استردينا فينا. في حرب 2011 لما البلد اتخطفت مننا، هو رد لنا البلد باكملها فينا، في مصر، بالقاهره، بالمحافظات كلها. الحاجه الثالثه اللي عايز اقولها، ارجوك 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 اديني خط اخش على قناه نادي الزمالك. انا ما مش عارف اخش على فيسبوك، ومش عارف ليا صفحه وماليش صفحه. انا نمره تليفوني 011 400. طب معلش معلش اديني الكنترول جوه يا استاذ. اديني الكنترول. تديني النمره بعد اذنك. ماشي حاضر حاضر، الكنترول هيديكم الرقم جوه. كابتن احمد، برضو هنرجع تاني يعني كل شويه هنطلع اصل مواضيع مستفزه بصراحه. يعني انا عايز اسال حضرتك، انت ايه رايك في ميعاد العقوبات دي؟ ما دي لسه بقى هنتكلم فيها، ويا ريت يعني تشجعوني على الكلام فيها. انا عايز اقول لحضرتك ان سياده المستشار، حضرتك بص الملاعب الموجوده قبل كده في نادي الزمالك. انا شغال من 2012 في نادي الزمالك ايام الاستاذ ممدوح عباس. يعني كنا بنتمرن على ملاعب تراب، كنا ملعب خماسي وملعب تراب كمان. دلوقتي حاليا دلوقتي بنتمرن على بسم الله ما شاء الله ملاعب، ادوات، كل حاجه متوفره بصراحه للمدربين وللاعيبه. اللي شايف ان الجو بصراحه اللي عامله المستشار مرتضى منصور، شايف ان هو دي حاجه من الحاجات الايجابيه جدا لنادي الزمالك، غير بجانب البطولات كمان، يعني حاجات انشائيه بجانب البطولات. فشايف ان شاء الله باذن الله هيكمل ان شاء الله، وربنا معاه باذن الله. وبص يا كابتن احمد، يعني مش الدوله، في شخص ما في احدى القنوات، وشخص مشهور جدا، وشخص يعني بيتشدق بيقول ان انا وطني والكلام ده كله، ومنتمي للنادي طبعا، وده ما ينفعش يبقى موجود في القناه برضه. فبيقول ايه، كان الجماهير الالتراس بتدخل نادي الاهلي تحت مرأة ومسمع من جميع المسؤولين، وتتدرب على الدخلات اللي هتدخل تشتم فيها الجيش والشرطه. حقيقي فعلا حقيقي. طب يا جماعه انتوا عايزين ايه اكتر من كده؟ ليه انتوا محسسين جمهور الزمالك ان هو مطاط في البلد؟ المستشار عامل مبادره كويسه جدا بصراحه مع الالتراس ومع جمهور الزمالك، واتكلم معاهم الفترات اللي فاتت دي كلها، يعني كان لسه في مؤتمر اول امبارح. ايوه بصراحه اتكلم معاهم، يعني مجمعهم بيتكلم معاهم وبيقول لهم بلاش شتيمه في جيش وشرطه والكلام ده كله. بصراحه هم ملتزمين دلوقتي. لا هو ما وافقش من الاول خالص على شتيمه الجيش والشرطه. لو هم دلوقتي بصراحه ملتزمين في المباريات دلوقتي بصراحه، اعترض اعتراض كلي بصراحه. جمهور الزمالك لو انا هبقى سبب رجوعي او رفع الايقاف الكلام الفاضي والنزول بنزول الشارع، منع الشارع عشان ينزلوا الشارع. لا مش عايز رفض، لان هو وطني، عشان هو وطني، هو وطني، راجل دوله، هو راجل دوله وراجل وطني، راجل بلده. طب معانا عباس، عضو جماعه عموميه نادي الزمالك، وانسان جميل كده حلو. اتفضل يا عباس. عليكم السلام. ازيك؟ الحمد لله. انا عايز اقول لك على مرتضى منصور، هو ايش نادي الزمالك؟ احنا هو نادي الزمالك، فهو اسمه مشروع مجازر معجوب.
ومرتضى منصور بيحبك يا بيسو برضه. اه بيحبه جدا. الف شكر يا بيسو. دي الناس الجميلة في النادي الزمالك، من الناس الجميلة. احلى مكالمة جات لي النهاردة، ودي دليل على نبض الجماهير الزملكاوي ونبض الشارع ونبض الشعب المصري كله. اصلي يعني بعض جماهير الاهلي عرفت ان المسألة مش مسألة مرتضى منصور فعلا، دي مسألة يعني خرجت خارج الرياضه خالص. بيقول لك الحفاظ على الميثاق الاولمبي والشرف الاولمبي ايه الشرف الاولمبي رشوه او عنصريه بس. طب انا عايز، لكن انا واحد اتهمته بسرقه ساعات، ايه الشرف الاولمبي في كده؟ واحد تاني قلت له ان انت في جوابات، يبقى سياده المستشار قال في ثلاث جوابات جاي لي من واحد مستشار في سويسرا، يبقى من المنطقي ان الدوله تجيبه. يا سياده المستشار احنا هنستكتب حسن مصطفى وهشام حطب، طلع كلامهم صح يبقى انت ايه؟ تاخد عقابك. طلع كلامهم اللي هو ماضيين على الجوابات واختمهم، يبقى هم يتحبسوا. صح، ده المنطق، ده يعني حلها في كلمتين بس. ده يا استاذ شريف، دي كانت لعبه اتعملت ساعه كاس العالم لكره اليد اللي هي اللي فاتت دي كلها، اللي كانت القرعه. كانت محمود الخطيب، كابتن حسن مصطفى دعاه، ما كان المفروض طبعا هو ده فرح في الفرح بتاع حسام حاطه كان موجود برضو، وعملوا قعده مع بعض واتفقوا على الموضوع ان هو يبقى ضد المستشار، لازم يبقى في وقفه ضد المستشار. ده المستشار، المستشار دي من الحاجات اللي هي خطر كبير جدا، ان بيقول لك هو صح، خطر كبير جدا ان كره كاس عالم طبعا ما يدعاش فيها رئيس نادي الزمالك. قال لك هو ثلاث ارباع منتخب اليد زملكاويه. انا داعي يعني بطل افريقيا، الزمالك بطل افريقيا. لا بيقول انا داعي الخطيب بصفه شخصيه. طبعا ما ده خطا، يدعيه بقى في فندق، يدعيه في 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 كازينو، يدعيه في كباريه، لكن ده حاجه تحسب عليهم او على حساب لو حصل الدولة. اتفاق في حصل اتفاق في القرعه دي، بعد القرعه ما خلصت حصل اتفاق ان هو يبقى في قرار المستشار، ده حاجه تحسب عليهم، يوقعوا المستشار. دي طيب. دي من الحاجات اللي ايه، طب ناخد الاستاذ محمد من الجيزه. استاذ محمد، الو 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 الو، السلام عليكم. الو الو الو، ايوه ايوه يا استاذ محمد. ايوه استاذ شريف اتفضل. ايوه استاذ شريف اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. هسمعينه كويس. بهنيك طبعا على الحلقه الجميله اللي انت حضرتك عاملها ديت. الله يخليك. شكرا شكرا. وطبعا المستشار مرتضى غني عن التعريف، وطبعا انجازاته في النادي حاجه جميله جدا، وانا كعضو في النادي وزملكاوي اصيل بحيي حضرتك، واحنا كلنا ورا المستشار مرتضى منصور. الف شكر يا استاذ محمد. كابتن احمد، نرجع بقى لموضوع الناشئين طب ايه المعايير حضرتك لما تيجي تختار حارس مرمى؟ ايه المعايير الاساسيه اللي بتحطها، او الجسمانيه او النفسيه او طبعا كل حضرتك العوامل اللي حضرتك قلتها دي او دي من العوامل اللي احنا على طول بنستخدمها. يعني جاوبت السؤال، يعني انت حضرتك جاوبت السؤال. طبعا اول حاجه عليك الوقت. اول حاجه طبعا الاختبارات عندنا في نادي الزمالك بصراحه هي برضه في الفتره الاخيره بصراحه يعني فيها طفره كويسه جدا، في لعيبه بتجي لنا كويسه وحراس مرمى بتجي لنا كتير. حارس المرمى من اول ما مسكته الكوره بعرف ان ده حارس مرمى، هل ده موهوب او هل ده ممكن اصنعه. موضوع الموهبه والصناعه، موضوع الموهبه دي مسكته الكوره لا بيبان ان هو حارس موهوب، اشتغل معاه طبعا الحاجات الاساسيه كلها. بالنسبه لموضوع الصناعه اللي هو بلاقي حارس مثلا مرمى طويل جسمه كويس الكلام ده كله، ده بقى اللي بصنعه، ممكن يمشي بعد كده وممكن ما يمشيش. لكن الحارس الموهوب من مسكته او ماسكه الكوره في الاختبارات يبان الحارس ده هيكمل معاه كموهبه ولا مش هيكمل معاه كموهبه. طب هل الناحيه الجسمانيه يعني لو حارس قصير
حضرتك بتاخده وتشتغل عليه ولا من البدايه تقول لا؟ والله عايز اقول لحضرتك لو حارس ما قصير وموهوب بشتغل عليه، بس ممكن لغايه عمر سن معين ما بيطولش عن كده، فدي المساله هتبقى صعبه شويه بالنسبه له، هتبقى الموضوع صعب شويه عشان يكمل بعد عشان يكمل كده. بعد كده عندنا برده في 2005 برده في حارس اسمه يوسف من الحراس الموهوبين جدا، يعني برده هو جسمه برده قصير شويه بس من الحراس الموهوبين جدا، عنده ده العامل اللي بيساعده ان هو يكمل له عمل اللي هو الاسره والكلام ده كله. كابتن خالد، لو حضرتك ماسك 2008 اللاعب في المرحله العمريه دي لسه جسمه برضو ما تشكلش قوي، ما لسه مرحله المراهقه، لسه مرحله المراهقه، فممكن اللاعب يبقى حريف جدا مع حضرتك وبعد كده يكبر في المرحله العمريه ما يبقاش على نفس المستوى، ولا كلام انا؟ لا لا ده كلام مظبوط جدا، يعني وهتشوف حضرتك ناس كتير جدا ياما واحنا في الناشئين شفنا مواهب فزه ما كملتش كره في الفريق الاول بتاع انديه، ومش في الزمالك بس، انديه كتير جدا ناس كانت موهوبه يمكن اشهر من ناس تانية في مرحله الناشئين والبراعم، كانوا اشهر من ناس تانية كملت يمكن لمنتخب مصر، ومع ذلك هم ما كملوش. بيخش في عوامل كتير، مرحله البلوغ بيختلف، واحد الحاله المزاجيه، حتى الولد ممكن يكون كان بيحب الكره بعد كده بيجي يكبر يكرهها، يقابل مدربين مثلا قد تكون مش على المستوى فما يهتموش بالموهبه يعني يمشي بره او ياخد مجال غير كره قدم. لكن احنا عندنا عموما في مجال كره القدم حتى في اللي بيكمل كوره مش كلهم بيكملوا للاخر، ومرحله البراعم دي دايما بتكون مرحله الفصل، يعني نهايه مرحله البراعم بيبان اللاعب ده هيكمل ناشئين ولا مش هيكمل، لان خلاص في نهايه 13 سنه تبدا مراحل البلوغ تظهر عند الولد، جسمانيا هيبقى كويس. وفي ناس كمان ما شاء الله يعني بتبقى زي ما حضرتك كنت بتتكلم عن حراس المرمى في الكره تختلف، لان انت لو جسمك قصير ولعيب كويس عندك موهبه ممكن يكمل طبعا، يعني الجسم مش لكن طبعا برضه حارس المرمى في الايام اللي احنا فيها دي دلوقتي او اغلبيه المدربين بتبص على موضوع الجسم، بس انا اختلف في الحته ان الكوره في الاصل موهبه، الاقسام كانت يعني قد تساعدك في بعض المراكز في ملعب لكن مش هتساعدك في كل المراكز. بس يا كابتن يعني رونالدو موهبه مصنوعه، رونالدو ميسي كريستيانو برضه مش مصنوعه بالدرجه اللي انت بتقولها، لا هو لاعب حافظ على نفسه بالتدريبات ومركز ومهارته مش مهاره سيئه، ما تقدرش تقول عليها مهاره سيئه او مهاره عاديه، لا طبعا لا. عنده مهاره، لكن طبعا مش هنقول زي ميسي ورونالدينو مثلا ولا مارادونا، دول افزاز يعني دول في عالم كره القدم ما اعتقدش ان في حد هيتكرر زي الثلاثه دول يعني الا بقى ان شاء الله، لكن هم الثلاثه دول اذا كان مارادونا بدايه وميسي ورونالدينو دول مواهب تعتبر فذه، اللي عملوه في الكوره احنا ما شفناهوش لسه قبل كده، لا ولا هنشوف الله اعلم. لا ممكن، لا ممكن طبعا رونالدو بس ما يوصل يعني مش رونالدو ما نقدرش نقول عليه برضه ده موهبه مصنوعه، لا مصنوعه مش للدرجه، لا بنسبه معينه عنده موهبه بس مش بنسبه دول، يعني موهبته مثلا المهاريه ممكن نقول ايه 80% لكن دول ما شاء الله 99% لكن هو ساعد نفسه في حاجات ثانيه. ناخد مريم بقى، اتفضل يا استاذه مريم. اتفضل، ازيك يا استاذه مريم؟ ازي حضرتك يا استاذ شريف؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ايه رايك في اللي بيحصل ده يا مريم؟ يا استاذ شريف احنا كلنا كل جماهير الزمالك كلنا المستشار مرتضى منصور وبندعم المستشار مرتضى منصور وبجار المستشار مرتضى منصور ومش هنسيبه ابدا، وكل جمهور الزمالك بيدعمه ويقف وراه لانه عمل انجازات كتير للنادي يا استاذ شريف، وكل جماهير الزمالك تقارن قبل المستشار مرتضى منصور وبعد المستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور الوحيد اللي بيدافع عن حق النادي، اللي جاب بطولات، عمل طفره انشائيه. انت يا مريم، نعم، انت ملاحظه كل جماهير الزمالك ولاعبي الزمالك ومدربين الزمالك الجمله اللي هي يعني بين قوسين متكرره بيدافع عن حقوق نادي الزمالك طبعا يا استاذ شريف، ودي كفايه عليه على فكره يا مريم، كفايه عليه لو عملها هي بس، لو عمل الجمله دي بس وما عملش حاجه تاني كفايه عليه الحته دي. صح، دي حقيقه، لان هو رئيس نادي بيجيب حق نادي. يا استاذ شريف قبل المستشار مرتضى منصور ما كانش في حد بيدافع عن حق النادي، احنا نادي القرن كان هيضيع مننا يا مريم عشان تقاعس المسؤولين اللي كانوا مسؤولين في النادي وبيتريقوا علينا دلوقتي بيقول لك اديلك 20 سنه ما طلبتش، وهم عارفين ان احنا لحق. اتفضل يا مريم، اتفضل. يا استاذ شريف قارن البطولات قبل المستشار مرتضى منصور وبعديه، ده
كناش بناخد بطوله يعني، كنا بناخد كاس كل 10 سنين مع ان الفتره مش كبيره. 2014 لا بص يا مريم، احنا اخر 10 سنين واخدين 8 بطولات والاهلي واخد 5 بطولات بالظبط. لا ما كناش بنكسب الاهلي مع احترامي للاهلي، ولا قعدنا 7 سنين ما كسبناش الاهلي، ما كسبناش الاهلي، ما خدناش كاس يعني سوبر وفي الدوري كمان، واخدين دوري مجموع سوبر ودوري، لا وجمع دوري وكاس في سنه واحده في اليد والطايره والسله زي ما بتتفق الاخرى فعلا برضه. ايوه يا ستي تشرفنا بيك يا استاذه مريم، ومريم دي زملكاويه جميله طبعا. اهلا وسهلا، طلعت مع حضرتك تقريبا قبل كده، طلعت في برنامج قبل كده تقريبا. تشرفنا بيك كابتن محمد. طب هديك بقى 3 اختيارات بصفتك ان انت مش ابن النادي. احنا لا انا ليه، انا لعبت في الناشئين في النادي والله. والله لا انا ابن النادي، انا كنت جاي من بره بس انا ابن النادي، انا لعبت في الناشئين. طيب اسف يبقى انت ابن النادي. لا 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 لا, 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 لا. قدامك 3 حراس، حارس طويل وجتة وما عندوش فكر يروح. ايوه لا استنى بس، وحارس قصير وموهوب. ايوه وحارس نص ونص موهبه. نص تختار مين؟ يعني ايه نص ونص موهبه؟ 50% صناعه و 50% يعني و 50% موهبه. بص حضرتك، زي ما قال لك كابتن احمد وكابتن خالد، احنا ممكن نطور الحارس. بمعنى انا قدامي الثلاثه دول لازم هشتغل معاه، يعني انا ما يجيليش حارس ماشي من اول تمرينه ولا تاني تمرينه ومشيه، ما ينفعش، لازم اديله الفرصه، لازم اديله الفرصه. ما احنا اعتبرنا ان انت اديته الفرصه وفي الاخر اتحط قدامك الثلاث اختيارات دول. لا ما هو لو ما اتطورش ازاي هاخد اللي هو اتطور معايا؟ ما هم الثلاثه قدامي اوكي، حتى لو اقل موهبه يعني، انت فاهم حضرتك ازاي؟ الثلاثه قدامي وهشتغل معاهم. احنا سياستنا في النادي كده يعني، احنا نشتغل اللي بيجينا نشتغل معاه. ما ينفعش مثلا يجي واحد اقول له مع السلامه لا اطلع، ما فيش الكلام ده، احنا بنشتغل معاهم. طب ناخد الاستاذ محمد النمر على التليفون. يا استاذ محمد الو، علي صوتك يا استاذ محمد. الو شريف. يا استاذ محمد ازيك؟ الحمد لله تمام. ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله، تمام بخير. ايه رايك في اللي بيحصل؟ في ايه بالظبط؟ معلش انا بس ما كنتش متابع ومش فاتح البرنامج، معلش احكي لي كده عن الموضوع. حكينا عن لقاء الاستاذ العريان وقال لك ان هو ولا جهه ولا مسؤول ولا اي ولا وزير الشباب ولا اي حد يقدر يحاسبه، وهو قراراته من دماغ. ده بالنسبه للجنه الاولمبيه. والله يا استاذ شريف بص، هو اللجنه الاولمبيه هي اخترعت لنفسها كده لائحه، واخترعت لنفسها لجنه بتعاقب الناس على حسب اهوائها وعلى حسب كيفها يعني، بدون سند من القانون. قانون الرياضه يا معالي الباشا هو واضح وصريح، قانون الرياضه عرف الجهه الاداريه اللي هي بتشرف اداري ومالي على الانديه، هي وزاره الشباب ومديريات الشباب والرياضه. دي الجهه الاداريه وفقا للقانون. وعرف الانديه ان هي هيئات رياضيه. واللجنه الاولمبيه هي هيئات رياضيه زيها زي الانديه. يعني اللجنه الاولمبيه والانديه الرياضيه ومراكز الشباب هي هيئات رياضيه بتخضع لرقابه من قبل الجهه الاداريه اللي هي وزاره الشباب ومديريات الشباب والرياضه. لما النهارده نلاقي اللجنه الاولمبيه بتحط نفسها وافي عن الانديه وبتخضع عقوبات على الانديه وعلى رئيس نادي الزمالك تمام بدون اي سند من القانون، بناء على ايه؟ مش قادر افهمه. ولما عملوا قبل كده من حوالي سنتين وقعوا عقوبة على المستشار مرتضى منصور ومنعوه برضو من سنتين، وقفوه سنتين وغرامة 50,000 توجع لمجلس الدولة جدي فيها ببطلان هذا القرار، لأن اللجنة الأولمبية
ملهاش اي صلاحيات خالص بشان الانديه. والمحكمه يا استاذ محمد وجهت ساعتها لوم للسيد وزير الشباب والرياضه. نعم المحكمه وجهت لوم للسيد وزير الشباب والرياضه بالتاكيد، لان هو القانون واضح تقاعس عن اداء واجبه. نعم تقاعس عن اداء واجبه بالظبط كده، لان حضرتك هو القانون زي ما بقول لك هو واضح وصريح. اي حد غير قانوني لو قرا قانون الرياضه هيعرف ايه هو اللجنه الاولمبيه، ايه هي اختصاصاتها. صح. ملهاش اي علاقه نهائيا بالانديه او بالهيئات الرياضيه اللي هي زيها، ملهاش اي دور. هو الدور الوحيد اللي بيبقى ليه رقابه على الانديه والهيئات الرياضيه هو وزاره الشباب ومديريه الشباب والرياضه. ولكن هو اللجنه الاولمبيه انشأوا او حطوا لائحه كده داخليه وحطوا عقوبات يوقعوها على اي حد على كيفهم كده. لا اول قرار حطوه يا استاذ محمد حطوه ان هو لا يعني ممكن ما يكونش معد التجنيد ويدخل اللجنه الاولمبيه. ما ينفعش طبعا. لا ده يعني غالبا حاجه ثانيه بقى حسب التحديات يعني مش حاجه ثانيه برضه في اشخاص اللجنه الاولمبيه، ولكن انا بتكلم في الوضع الحالي دلوقتي. ان هو اصدر قرار باطل هو والعدم سواء، يعني القرار ده وفقا لقانون الرياضه اصلا ما لهوش صيغه تنفيذيه. اي حكم يا استاذ شريف او اي قرار بيبقى بيتضمن عقوبه لابد ان يكون ليه صيغه تنفيذيه. ايه هي الصيغه التنفيذيه اللي بتنفذ القرار ده؟ حضرتك ايه الصيغه التنفيذيه لما انت النهارده طلعت قرار بايقاف المستشار مرتضى منصور 4 سنين ومنعه من دخول انتخابات رئاسه النادي وعمل انتخابات لرئاسه النادي في غير المواعيد المحدده لها؟ الكلام ده هو يعني عبث، يعني كلام غير قانوني، كلام طالع من حد مش فاهم حاجه. هو كل همه ان هو متضايق من المستشار مرتضى منصور، في خصومه بيطلع بيتكلم عليهم، بيطلع بيفضحهم، فهو قعدوا كده الاعداء نادي الزمالك بالتحديد قعدوا وقرروا ان هم يقضوا على نادي الزمالك. طب يا استاذ محمد يا استاذ محمد فضل. انت دخلت معانا متاخر، مش عارف اتصل عليك متاخر ولا انت دخلت متاخر ولا ايه بالظبط. فان شاء الله عايزينك معانا حلقه باذن الله. لا تحت امر حضرتك. تحت امر. الله يحفظك وشرفتنا يا استاذ محمد، الف شكر يا ريس. وفي نهايه حلقتنا عايزين نشكر الكابتن خالد وكلمه اخيره للمستشار مرتضى ونادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. يعني فعلا في حاجه مهمه جدا عايز اقولها في حق سياده المستشار. اني برضو لما انا جيت في النادي لقيت لمسه وفاء غير طبيعيه عنده بالنسبه لقدامى اللاعبين نادي الزمالك في جميع الالعاب، توظيف بعض الرموز الرياضيه في النادي في اماكن كثيره جدا جدا جدا، ودي مش موجوده في اي نادي في مصر. يعني انا حتى ليا اصدقائي من خارج المجال كل ما يسالني عن فلان من اللعيبه القدامى اقول له ده شغال عندنا، فلان شغال في كده شغال في كده. فدي حاجه برضو اولا بتخلق شيء من الحب بين الاعضاء النادي وبين اللعيبه القدامى بالنسبه لرمزهم الكبير اللي هو النادي. مين اللي كان السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده؟ هو سياده المستشار. لان شكرا يا الله يبارك فيك. الله يبارك كابتن فيك. محمد كلمه اخيره بس يعني طبعا يعني ربنا معاك وجمهور نادي الزمالك مدربين نادي الزمالك داخل مصر وخارج مصر في الوطن العربي كله في ظهرك وبنساندك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اول حاجه بشكر حضرتك طبعا يا استاذ شريف، وان شاء الله باذن الله ربنا مع مستشار مرتضى منصور ان شاء الله، وهناخد افريقيا باذن الله ان شاء الله، وهناخد بطوله الكاس ان شاء الله باذن الله. بس ايه الشيكه يا كابتن احمد؟ بس يا كابتن احمد بس انا عايز برضو اشكر بس طبعا حضرتك اعلامي متميز والاعداد، وطبعا احنا برضو في حاجه مهمه برضو في النادي، مجموعه الاداريين والمدير الاداري بيعملوا مجهود غير طبيعي. ألف شكر يا كابتن. شكرا. وسعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.